متابعينك بخير. اليوم وصفتنا البرازك، انا منزل وصفه البرازك سابقا طريقه ثانيه، هاي كمان طريقه جيده ان شاء الله راح تنال اعجابكم. خلينا نشوف طريقه تحضير الوصفه هاي. شايفين قوامها دقيقه كثير ومقرمشه وطعمتها ولا اروع. خلينا نتابع الوصفه. عجينة البرازق نحتاج كيلو دقيق ابيض يكون مغربل، طبعا هاي الكمية اللي عم اذكرها انا كمية صغيرة وممكن تصغروها كمان اكثر من هيك، تقسموها على اثنين. احتاج كيلو دقيق ابيض، نص كيلو سمنة، تكون سمنة نوعيتها جيدة اذا كانت حيوانية الساعة الافضل، 500 جرام درجة حرارة الغرفة هي 450 جرام من السكر، 200 جرام مي، نحتاج 60 جرام من حليب البودرة، 10 جرامات من الخميرة الفورية، وملعقة صغيرة من الفانيلا. راح أضيف الفانيلا على المي، وراح نضيف الخميرة، وراح نضيف السكر، نحطهم كثير منيح مع بعض. ندوب السكر، راح اضيف معاهم الحليب البودرة، شايفين قوامها كيف صارت، صار شكلها مثل الحليب المكثف تقريبا. السكر حبيبات سكر ما ضال. هلا بالعجانة راح اضيف الدقيق مع السمنة، بدي اضل اخلطهم لحتى ما تطلع معانا عجينة ناعمة. طبعا للكيلو راح اضيف، لكل كيلو راح اضيف 15 جرام من المحلب، بيعطي نكهة كثير طيبة للبرازك، راح اضيف لها الدقيق مع السمنة، بنخلطهم لحتى ما تطلع معانا عجينة ناعمة كثير. اوكي، طبعا اثناء خلط تجهيز العجينة عندي سمسم، طبعا هذا السمسم بحطه بصينية كبيرة، حرارة الفرن تكون رح اضل بجنب الفرن كل شوي بحرك فيه لحتى اخذ لون، بعطيه لون لازم ضروري كبير انه يتحمر، ما نشتغل فيه وهو ابيض، طعمة البرازق رح تتغير تماما، فيفضل انه اعطينه لون شوي. طبعا هاي بعد ما خلطناها شايفين شكل العجينة صار كريمي، السمنة طبعا تكون طرية للسبب هذا. هلا راح نضيف السائل اللي خلطناه، المي والخميرة والحليب والسكر اللي خلطناهم راح نضيفها، راح تصير العجينة كتير كتير طرية. فبعد ما راح نخلطهم مع بعض بشكل سريع، راح نخلط العجينة تصير العجينة طرية كتير. نشيلها نخليها بالبراد ساعتين ثلاثة يكون تماسكت، وطبعا فيها سمنة، السمنة يكون بطبيعة الحال على البرودة تماسك، تطلع عجينة معانا متماسكة لنقدر نشتغل فيها. بلتنا راح نروح نجهز السمسم نتبله مع الشيرة القطر، يكون جهزت معانا العجينة لنبدأ تحضير البرازق. هاي راح ننزل بالخليط اللي جهزناه. ما ننسى نضيف المحلب بيعطيها طعم كثير طيبة. وهلا نبدأ بالخلط. وهلا هيك شكل العجينة، راح احط رش كثير صغيرة ملح لتظهر الطعمات الموجودة بالعجينة. هلا بعد ما خلطناها، طبعا بعد ما ضفت السائل خلطتها خلطة سريعة مثل ما شفتوا، الصوت المكنة كان مزعج للسبب هذا، عم نختصر الوقت خلط العجينة. هلا راح اطالعها وادخلها البراد، خليكم معنا. نتركها هلا ريحها بالبراد. عندي السمسم شايفين اخذ لون بالفرن، طبعا اذا ما في فرن ممكن بالمقلايه العاديه، يعني هاي كميه كبيره لهالسبب انا حاطها بالصينيه بقلبها كل شوي، فممكن بالطاسه او المقلاه ضلوا تحركوا فيهم لحتى تاخذوا على اللون المطلوب. شايفين اللون يعطي كثير، يعني لونه بيكون كثير منيح خاصة لنصدم مع البرازق،
مع عجينة البرازق بيعطي كمان لون افضل. بس استنى شوي يبرد معي السمسم عشان اتبله. طبعا عجينة صار بالبراد. طبعا كيلو السمسم 100 جرام من القطر شوغر سيرب، راح اضيف تقريبا ملعقتين كبار من الجلوكوز. الجلوكوز اختياري، ممكن ما اضيفه كمان، بس بيعطي هيك لمعة قرمشة اكثر لوجه السمسم مع البراز. هالملعقتين شايفين السمسم كيف هلا صار متماسك. نخليه على جنب لنشتغل المرحلة الثانية. بس جهز معانا العجينة خليك معانا. السمسم حلبي يكون الحبيبات. طبعا هاي السمسم اللي خلطناه، باخذ شوي من العجينة بعملها شكل اسطواني. هلا هيك صار شكل اسطواني. راح اخذ من العجينة حجم القطعة اللي بدي اياها، بقطع بحطها طبعا. ذاك العجين تخلوه بالبراد ما في مشكلة، امتى ما بدكم بكون تشتغلوا فيها. طبعا العجينة انقلت بدي اكورها. هلا هي نرجع نكور العجينة بالشكل هذا. طبعا هلا بعد ما كورنا العجينة شايفينها شكل اسطواني كورناها، باجي الحبة بحطها بالفستق الضغطة هاي. طبعا هون راح يكون جاف العجينة شوي، ممكن تلصق باليد. بنزل هاي ايدي هون الضغطة هاي، شايفين الشكل هذا، وطلعت الحبة معانا كتير رقيقة الشكل هيك. حطها بصينية. حبة تانية بس حطها بالفستق، يكون فستق لسه شوي خشن اكثر ما في مشكلة. ضغطة بالشكل هذا شايفين القطعة كتير رقيقة، صارت الفستق من تحت وهاي السمسم من فوق. الصينية بورجيكم قطعة تانية بالشكل هاي. ضربتها بضغط هاي القطعة. اذا شفتوا لسه كتير ممكن تحطوا شوي دقيق ابيض لكويت دقيق وتحطوه على لما تلدوا كل السمسم عشان ما تلصق فيه. قطعة تانية حبة الفستق لصقت فيها، نرجع ننزلها بالشكل هذا. هاي حبة تانية سمسم. هلا هيك الطريقة هاي نفسها، نخلص الكمية ونرجع لها. هاي بعد ما كملت الصينية كاملة راح ادخلها الفرن لدرجة حرارة 160-170 15 دقيقة. البرازق بعد ما طلعنا من الفرن شايفين رقيقة كثير. السماكة نحن على حسب، بس تكون نفضل تكون رقيقة. شايفين شكلها ولا أجمل من هيك، والطعم ولا أروع. جربوها وإن شاء الله راح تنال إعجابكم. هاي كانت وصفتنا اليوم، بتمنى تكون الوصفة نالت إعجابكم. نلتقيكم بوصفات جديدة. إلى اللقاء.